خلص لعيونكم رح احكي عن الاطلالات تبع جوي اووردز. هلا في اطلالات بس كتير حلوه، وفي شيء غير مقبول، يعني ما بقى فينا نعمل قصص اخطاء نحن هلا بهيدا العصر، غير مقبول. وفي قصص حلوه، بس الحق يقال انه هالمره كان اضبط من اي مره، ما في تخبيص كتير، في تعب على دمج القطع، على الهارموني، على الستايلينج، على الجولري كله، بس في كم نقطه لا غير مقبول، مش مقبول. بس ما فيني ما اقول انه من اجمل الاطلالات اللي انا حبيتها شخصيا، كتقنيه صح، كلون صح، كظابط على كل شيء، وبعدها بالايدنتيتي تبعها الفنانه مريم فارس، كانت لابسه لون كتير حلو، لون البيربل اللي كتير غامق، لا كتير حلو، ظابط على الريد كاربت، وكل اللوك على بعضه كان كتير حلو. الفنانة اللي كانت تلبس أجمل ما حبيت هالمرة، طلعت من الايدنتيتي تبعها إذا بدي أقول، هي الفنانة ماجي بوغسن، بس حضورها حلو وهي حلوة وأنا كتير بحبها. إذا عم بحكي كتقنيا كإيماج، يعني إذا نحن عم نحكي كأمج عم نبنيها دايما مثل ما هي. في الفنانة اللي ما طلعت من الكومفورت زون تبعها اللي هي فنانة نادين نجيم، الفستان كتير عادي، جسمها حلو، أصلا شو ما تلبس رح يطلع حلو، بس كان حلو لو طلعت من الكومفورت زون تبعها. اللي ما زابط معها هو شعراتها. الفنانة اللي لفتتني اطلالتها، ما كنت حب الاطلالات القبل اللي كانت عم تطلع فيهم بالريد كاربت، اللي هي الفنانة باميلا الكيك. باميلا عملت فيني اعتبر انه عملت كل شيء نقته صح، اللون حلو، يعني اذا بدنا نقول ريليتد للمملكه العربيه السعوديه، لون الاخضر حلو، كيف غطت شعرها بطريقه كمان حلوه، ضلت كلاس، لتطريز الفستان، القصه على جسمها، عطاها طول، عطاها طله حلوه، عطاها غنج حلو، لبق لها كتير 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 اللون. الاطلاله انا فيني اقول كمان من اجمل الاطلالات، وكتير انبسطت لانه لها فتره هيك بحس انه عم تعمل فوبايات صغار بس يمكن مقصوده، بس هيدي الاطلاله كانت كتير حلوه. الفنانة كارمن بسايبس معروفة بنعومتها وأناقتها وإنها كتير كلاس وكلاسيك، اختارت فستانين، الأول اللون الأحمر كتير حلو، ناعم، بيلبق لها كتير، مهضومة كيوت هيك. الفستان الثاني أنا فورمي أجمل، مش أجمل بس غير، وعن جد مناسب إنها تقدم الحفل مع وسام بريدي، كان لون هلأ منحط لكم إياه، والجولري كانت روعة. فيني أقول إنه كارمن عم بتحافظ على الإيماج تبعها من خلال اختياراتها للفساتين، والكمان في هارموني بين الشعر والميك أب واللبس. برافو كارمن. خلاص مصرين أحكي عن منى زكي. منى زكي شو حلوة وشو ناعمة وشو كيوت وهيك، ولا فعلاً هالمرة كانت كتير كيوت وناعمة ولبس كتير حلو، وأنا كتير حبيت أطلالتها، وحلو الهارموني دايماً هي وزوجها. بما انه عم نحكي عن الجوي اووردز، كنت عم بحكي هلا مع الصبايا انه مع كل الحضور وكل الفنانين وكل العالم، كان في حضور لكيفن كوستنر ما بيفهم، يعني لما كنت عم بحضر وهو فايت مع العجقه كلها، بتشوفه في هاله كتير كبيره ماشي. هلا انا كتير بحبه بس ما كنت عارفه انه هالقد حضوره على الريد كاربت هالقد قوي، سو نسيت انا كل اللي حواليه والناس واللبس والدياما والكله، وركزت على بس البادي لانجويج تبعه. ما هلا بدي احكي عن فنانتين اللي هن تقريبا قليل ما بيخطئوا يعني يلبسوا شيء مش ظابط على الريد كاربت، هن اثنين، درة زروق والفنانة ديما اندلفت. في كتير بعد بس هلا اللي اجوا براسي هلا. درة يوجولي دايما بتختار القصة الصح واللون الصح لوقتها تعمل بوزنج على الريد كاربت تطلع صح، اوكي، ولا مرة طلعت منه. اما التاني صبية قلنا هي ديما اندلفت، فنانة سورية دايما بتلبس حلو، طبعا جسمها كمان بيساعدها وكل هيدا شيء، بس كمان هالمرة لبست حلو. في ايام لبست احلى بس ما فيني اقول انه ما لبست حلو. اللي حبيت بكاريس بشار الفنانه السوريه انه دائما بتختار انها تلبس من مصمم الازياء السوري، ودائما عم بتكون اطلالاتها حلوه وبتشبهها هي ومختلفه، يعني ما في اطلاله بتشبه الثانيه. اللي كمان بدي احكي عنها لفتني كتير اللون الاحمر، كان في حضور له كتير مثل نانسي وغيرها.